ودائما أيها الجمهور الكريم نتوجه بالشكر الجزيل لشركة إصلاح للإنتاج الفني اللي قايم معنا بهذا العمل الجبار، كنشكره جزيل الشكر. أيوا هذه في خاطر لأمي معيشة، الله يشافيك ولا يضر من الحال، وفي خاطر بابا حكيم وحليمة. Thank you.
بلا ما تلقاني وحيد الناس كبار وي أسامة اللي تبعوه لازم يحضر راسو أخدم لا عرفتك راجل حتى أنت ودبر وعلاش فيك الطبيعة غير بالفم تهدر تعايب الرجالة لو كان غير تقدر اللي درنا هتجي عليها تستخبر دير بحال زيادك أخويا وفكر واللي يتسحر مع البص يصبح فاطر وأسامة هو أسامة